نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يوجد في بلدنا عادة وهو المصافحة باليد للنساء الأجنبيات كزوجة الأخ أو زوجة العم أو الخال، وذلك عندما يقدم الرجل من سفر ونحوه، ويكثر هذا أيام الأعياد. وإذا امتنع الإنسان عن فعل هذا وصفوه بالتشدد والتعقيد وربما التكبر أيضا. بارك الله فيك. لا يجوز للمرأة أن تصافح إلا زوجها ومحارمها فقط، فلا تصافح أخا زوجها لأنه ليس محرما، ولا ابن خالها ولا ابن عمها ولا غيرهم ممن ليسوا من محارمها. وإذا امتنع الإنسان عن ذلك هل يبين أن هذا حرام ويقول تطيبا لقلوبهم؟ اسألوا العلماء، اسألوا العلماء. فإن أبوا أن يسألوا العلماء ووصفوه بالكبرياء أو ما أشبه ذلك فليصفوه بما شاءوا، ما دام على ما يرضي الله فلا يهمه أحد. أتدري ماذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، طيب، الجنون والسحر والشاعر والكاهن، كل وصف، والكذاب. هل هذا منعه أن يقول الحق؟ أسألكم، لا، بل هذا مما يضاعف الثواب به للإنسان، حيث يثاب على ترك المحرم من وجه، وعلى ما يصيبه من أذى من وجه آخر. وما أعظم الخطر على أولئك الذين يؤذون المتمسكين بالدين، لأن الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. جاءهم يقولون ما شاء، والحق منصور ولو على المدى الطويل. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. أفهمت؟ طيب، إذن لا تصافح، وأعلم أن هذا حرام، وقل يا جماعة إن كنتم في شك فهؤلاء العلماء عندكم. ما حكم سلام النساء للرجال الأجانب؟ سلام؟ لا، لا يجوز المرأة تسلم على رجل أجنبي، لا سيما لأن هذا فتنة، لا سيما إذا كان شاب. وأصل السلام سنة، فكيف إذا قيل منه الفتنة فإنه يسقط استحباب؟ حتى لو دخل عليه في الدكان لابسه، تسأل عن حاجة التي تريد وتكلم عليها. نعم.